مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وجي موعدنا مع فقرة الصحافة اللي بنناقش فيها المنشطات اليومية النهاردة. بيسعدنا في تحليل الخبر معانا وجود هاتفيا الأستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي مدير تحرير أخبار اليوم. أستاذ رفعت صباح الخير وأهلا بحضرتك وكل سنة. أهلا بيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير يا رب. وانت بالصحة والسلامة ومصر طيبة ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. استاذ رفعت اسمح لنا ان نقول اول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا، الخبر الاول: الرئيس السيسي يعود الى مصر بعد زيارة رسمية الى الاردن. قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد الى ارض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية الى المملكة الاردنية. وكان الرئيس التقى بالدكتور بشر رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية في إطار الزيارة الرسمية للعاصمة الأردنية عمان. الحقيقة طبعا أستاذ رفعت، يعني دايما لما بيكون في زيارة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لأي دولة أخرى، يعني بنحب دايما نعرف العلاقات ما بين مصر وما بين هذه الدولة، يعني واصلة لغاية فين، وده كمان بيدينا دفعة حلوة جدا ان مصر بتعمل علاقات جميلة وطيبة مع بعض الدول. فحابين نعرف مصر والأردن من وجهة نظر حضرتك. اولا هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات من الأهمية بمكان، فبالإضافة الى التباحث ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن ملك عبد الله في العلاقات الثنائية وتقويتها بين البلدين، لكن في هذا التوقيت هناك أمر هام ونتمنى أن يتم النجاح فيه، وهو القضية الفلسطينية وعودة مباحثات السلام، وأن يكون هناك صوت فلسطيني واحد يجمع ما بين الفرقاء في الضفة الغربية وفي غزة، وبعيدا عن التشرذم والصدام والتصادم ما بين الطرفين. تمام. وتم الاتفاق مؤخرا على أن تكون هناك انتخابات رئاسية فلسطينية، ثم بعد ذلك انتخابات تشريعية سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. تمام. من الأهمية بمكان أن يكون هناك دور مؤثر أيضا للأردن في هذا المشوار وفي هذه الظروف في موضوع القضية الفلسطينية وإنجاح هذه الانتخابات. سبق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأيام زيارة الرئيس المخابرات المصري للضفة الغربية أو السلطة الفلسطينية لنفس السبب ولنفس الهدف، وهو التنسيق والترتيب لإجراء مثل هذه الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ونجاحها، بعيدا عن محاولة البعض دق أسفين الفشل والتعثر في هذه الانتخابات التي انتظرناها ما يقرب من 15 سنة أن يكون هناك صوت فلسطيني واحد. سيتجه ملك الأردن بعد هذه الزيارة أيضا للإمارات للتباحث حول نفس الموضوع، نظرا لدور الإمارات الأساسي في استقرار المنطقة وفي الملفات الساخنة سواء بالنسبة لملف القضية الفلسطينية أو ملف ليبيا أو ملف سوريا. ولهذا تأتي أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن التي تمت أمس للتباحث في هذا الشأن، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية القوية جدا ما بين مصر وبين المملكة الأردنية الهاشمية. فعلا كلام حضرتك كان مظبوط، واحنا طبعا بنتمنى يعني ان دايما تكون العلاقات طيبة ما بين مصر وبين الدول الأخرى، ونرى الأفضل والأفضل في الفترة اللي جاية يا رب إن شاء الله. طيب اسمح لنا أستاذ رفعت ننتقل لخبر آخر. مشاهدينا، الخبر اللي معانا بعد كده: مدبولي يكلف بالانتهاء من 25 مبنى لمدارس النيل تنفيذا لتوجيهات الرئيس. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مباني مدارس النيل على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، وأكرم النشار مساعد وزير التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية. وقال مستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لسير العمل لإنجاز التكليف الرئاسي بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل المصرية. إذ تضم المدارس الجاري تنفيذها من جانب وزارة الإسكان حاليا استكمال 5 مدارس قائمة بمدن السادات وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة ودمياط، إلى جانب تنفيذ 4 مدارس جديدة، 2 بالقاهرة الجديدة و2 بمدينتي الشروق والشيخ زايد. وتمت الإشارة إلى أنه قد تم التشغيل الجزئي لبعض تلك المدارس مرحليا بصورة كاملة للتشطيب والتجهيزات خلال الأعوام الدراسية من 2017-2018 إلى 2020-2021، وتم استعراض الموقف التنفيذي لكل مدرسة تفصيليا من حيث نسب الإنجاز وموعد تسليم الباقي المنشآت بالكامل لدخول الخدمة. الحقيقة طبعا أستاذ رفعت طبعا ده إنجاز كبير جدا، واهتمام الرئيس طبعا بالتعليم وببناء المدارس ده شيء مهم جدا. حابين يعني من وجهة نظر حضرتك كمان يعني تعليقك على هذا الخبر، وحابين نعرف مشاهدينا أكتر يعني إيه هي مدارس النيل وإيه هي أهميتها في الفترة اللي احنا فيها. مدارس النيل الدولية تجربة ناجحة جدا منذ إنشائها سنة 2010، يعني بداية هذه التجربة في مصر وهذه النوعية من المدارس الدولية بدأت 2010 بإنشاء 5 مدارس. ومدارس النيل الدولية تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة أو رئاسة مجلس الوزراء وتبعيتها مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء. طبعا نجحت هذه التجربة في جذب الطلاب واقتناع أولياء الأمور بأن هذه المدارس على مستوى جيد جدا من الناحية التعليمية، سواء في نوعية المدرسين الذين تم اختيارهم للتدريس في هذه المدارس، وكذلك المقررات التي يتم تدريسها في مدارس النيل الدولية. ويمكن من المسمى بتاعها نعرف أن هذه الشهادة تصلح داخل جمهورية مصر العربية وفي أي دولة على مستوى العالم. طبعا مع نجاح هذه التجربة أصبح مطلوبا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مدام نموذج بهذا الشكل نجح بهذه الجودة العالية، طب ليه ما ننشروش في أكبر عدد ممكن من المحافظات لتكون نموذجا يقتدى به لبقية المدارس الأخرى، سواء المدارس الحكومية العادية أو التجريبية أو المدارس الخاصة. يبحث الجميع أسباب نجاح هذه المدارس وأسباب إقبال الطلاب عليها بشكل جيد والمستوى التعليمي الجيد لهذه المدارس. ومن هنا جاء اهتمام رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إنشاء هذه المدارس وبناء 25 مدرسة جديدة. هناك 9 مدارس حاليا تحت الإنشاء، فأمر رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء منها، ووزارة الإسكان تقوم بهذه المهمة، ثم البحث أو الاتجاه لإنشاء 16 مدرسة جديدة أخرى منتشرة في أكثر من محافظة بدءا من أسوان وحتى القاهرة وإسكندرية، لتكون نموذجا يقتدى به على مستوى الجمهورية بين المدارس الأخرى لنموذج من التعليم الجيد، مدارس جيدة، مناهج جيدة، مدرسين على أعلى مستوى، معامل مكتملة داخل هذه المدارس، وبالتالي يكون نوعية الطلاب خريجي هذه المدارس على أعلى مستوى في المجتمع ومؤهلين للالتحاق بالجامعات بشكل جيد. هو طبعا احنا يعني لما بنيجي نتكلم على منظومة التعليم طبعا بنبقى حابين ان احنا نعرف تفاصيل عنها اكتر، وفعلا يعني الدولة كلها مهتمية بهذا الشأن، وخصوصا طبعا في الفترة اللي احنا بنمر بيها، ويا رب تعدي هذه الأزمة على خير ونرى كل حاجة الى سابق عهدها وافضل يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ رفعت تسمح لنا ننتقل لخبر اخر مشاهدينا. الخبر اللي معانا بعد كده ايضا رئيس الوزراء يستعرض خطه تطوير شبكه السكه الحديد وربط القطار الكهربائي بالديزل.
التقى الدكتور مصطفى مبول رئيس مجلس الوزراء المهندس كامل الوزير وزير النقل لاستعراض خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد وربط القطار الكهربائي بالديزل. وفي مستهل العرض الذي قدمه وزير النقل أشار إلى أن خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد وربط القطار الكهربائي بالديزل تقوم على رؤية الدولة المصرية في أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والمواني البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية. الحقيقة طبعا أيضا أستاذ رفعت، إحنا يعني زي ما حضرتك عارف يعني وتعلم أن في السابق كان في بعض المشاكل في السكة الحديد، وطبعا حضرتك عارف الكوارث اللي تمت من قبل، ولكن الحمد لله إحنا بقالنا فترة ماشيين يعني خطوة جميلة وما بنسمعش هذه الكوارث مرة أخرى، وده طبعا يعني بعد ربنا أولا وأخيرا بالمجهودات اللي بتقوم بيها الدولة. تعليق أيضا حضرتك على الخبر أن يعني تطوير شبكة السكة الحديد وربط القطار الكهربائي بالديزل، وحياتك شايف برضو من وجهة نظر وصلنا لغاية ايه في هذا الملف؟ سيد يوسف، يمكن احنا كلنا في جمهورية مصر العربية حتى على مستوى المواطنين العاديين لمسين تماما ما يحدث من تطوير في السكة الحديد، سواء بالنسبة للجرارات او بالنسبة للعربات التي تأتي من روسيا ومن أكثر من دولة أخرى، ثم عملية تطوير الإشارات الإلكترونية على مستوى كل خطوط السكة الحديد في مصر، تطوير غير مسبوق لم تشهده السكة الحديد طول عمرها. نمرة 2، القرار الجديد الذي اتخذ مؤخرا وإنشاء خط قطار كهربائي يربط ما بين البحر الأحمر وبين البحر المتوسط، واللي هتنفذه شركة سيمنز كما علمنا وكما شاهدنا في اللقاء الذي تم بين رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبدأ من العين السخنة في البحر الأحمر، وده ميناء هام جدا، إلى منطقة العلمين في البحر المتوسط على البحر المتوسط، ليكون قطارا سريعا تزيد سرعته عن حوالي 240 كيلو متر في الساعة. وكما أشار كامل الوزير، فريق كامل الوزير وزير النقل، هذا القطار سيكون لنقل البضائع ولنقل الركاب أيضا، وسيمر بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم يتجه إلى مدينة 6 أكتوبر ثم يتجه إلى العالمين. ليس هذا هو نهاية هذا الخط، ولكن سيمتد بعد ذلك إلى مرسى مطروح ثم يتجه إلى بني غازي في ليبيا ليربط ما بين ليبيا وجمهورية مصر العربية. هذا دي معلومة يعني معلومة مهمة دي. بالضبط، وده أعلنها وزير النقل شخصيا. بالإضافة إلى أنه مش هيكون هذا الخط هو الخط الكهربائي السريع، لكن سيكون هناك خط آخر يبدأ من الغردقة ثم يتجه إلى سفاجة ثم إلى قنا ثم إلى الأقصر. ده خط برضو عشان يخدم عملية نقل القمح ونقل الفسفات بتاع أبو طرطور، وسيكون برضو للركاب وللبضائع. أيضا سيكون خط آخر يبدأ من أسوان بالتوازي مع خط السكة الحديد الحالي عشان يصل إلى أكتوبر، يوصل بقى يتقابل مع قطار الكهرباء السريع اللي بادئ من السخنة رايح على العلمين. هيبقى فيه خط في الظهير الصحراوي يساعد على تنمية كل المناطق الصحراوية اللي ظهير له كل محافظات الصعيد. مشروع ضخم جدا، يعني يمكن يعتبر قناة سويس تانية في مصر، والجزء الاولاني منه يا استاذ يوسف هيبدا من السخنه ده لحد العالمين هيتنفذ في خلال سنتين. ده طبعا انجاز ضخم في تاريخ مصر طبعا في موضوع السكه الحديد، لان معنى انك انت تهتم بالاضافه الى شبكه الطرق التي نشاهد الى اي مستوى من التقدم والرقي، اصبح عندنا شبكه طرق غير مسبوقه
طبعا نمشي سواء على الطرق الصحراويه او غير الصحراويه او حتى شبكات الطرق داخل المدن وما نشاهده واجمالي الكباري التي انشئت، فبدات شرايين حياه تمتد في مصر كلها، ما تستكمل ايضا بعد ذلك بخطوط سكه حديد اقتصاديا واجتماعيا وكل مظاهر التحضر في هذه الشبكه والرقي، وبالتالي هيمهد بمصر تماما في مجال الاستثمار. مثلا على سبيل المثال فوسفات ابو طرطور اذا كان في الاول جدواها غير اقتصاديه كان نسبه الشراء فيه عاليه الى حد ما، دلوقتي اصبح اقتصادي. طب عمليه نقله من ابو طرطور الى سفاجه وتصديره للخارج، القمح كله اللي يجي للصعيد او كل بضائع الصعيد عندما تاتي من سفاجه مباشره الى الصعيد من خلال هذا القطار، اعتقد ان ما يحدث في مصر الان غير مسبوق في تاريخها، وده فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه قرر ان ينهض بهذه البلد منذ تولى مسؤوليته، واعتقد ان على ارض الواقع كل المشروعات تتحدث سواء في مجال الكهرباء، مجال خطوط السكه الحديد، مجال الطرق، الانفاق بتاعه قناه السويس، المدن الجديده، عشرات بل مئات المشروعات التي نشاهدها على مستوى الجمهوريه كلها. والميزه يا استاذ يوسف بالنسبه للانجاز سرعه انجاز طبعا. مع تكلفه اقتصاديه اقل، احنا لاول مره نشوف الكوبري ممكن حتى في القاهره يخلص في خلال شهرين شهرين اثنين، الموقف يتغير تماما لان العمل 24 ساعه مظبوط، وده ما كانش سمه الانجاز في المشروعات السابقه في مصر قبل ذلك. مظبوط فعلا كلام يعني حضرتك، واحنا طبعا بنتمنى ان هذا التطور يفضل اكتر واكتر مستمرين فيه دايما، واحنا دايما فخورين بهذا وبهذه الانجازات الموجوده في مصر في الفتره اللي احنا شفناها دي، وخصوصا يعني بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني مهام الجمهوريه، فطبعا بنرى الافضل والافضل ودايما مزيد من التطوير في الفتره اللي جايه ان شاء الله. استاذ رفعت الحقيقه طبعا استاذ رفعت انا في الاول وفي الاخر بشكر يعني وجود حضرتك ووقت حضرتك معانا وايضا تحليل حضرتك للاخبار، ويا رب نرى الافضل والافضل ودايما مستبشرين خير في بكره وعندنا امل في بكره افضل يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا استاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي مدير تحرير اخبار اليوم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الحقيقه مشاهدينا زي ما قلت لحضراتكم احنا يعني في اول الحلقه هيبقى معانا فقره القادمه، فقره مهمه جدا تهم يعني جميع الاسره المصريه، وهي طبعا اجازه نصف العام زي ما حضراتكم عارفين احنا بداناها، ولكن الحقيقه طبعا في اجازه نصف العام بيبقى الاب والام والابناء بيبقوا محتارين يعملوا ايه، بيبقى فعلا بيبقى وقت حابين يستغلوه، وكمان زي ما حضراتكم عارفين احنا الاجازه نصف العام السنه دي تختلف عن كل عام، فهي اكتر شويه عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها، فازاي ان احنا نقدر نستفيد من هذه الاجازه، نقدر نقسم الاجازه ما بين اللعب للابناء، ما بين المذاكره، ما بين الترفيه، حاجات كتير جدا هنتكلم فيها في الفقره القادمه. بيسعدنا ان نتكلم معانا في هذا الموضوع هيبقى معانا دكتور اشرف جوده استاذ العلوم السلوكيه والعلاقات الاسريه. مشاهدينا اسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة، خليكم معنا.